السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله بخير. أول فلوق في سنة 2024، إن شاء الله أنكم تنبسطون بهذا الفلوق. طبعاً مسافرين إلى الدولة التي يعني حاولت أني أوصلها بس ما أدري ليش رافضيني، ما أدري ليش الشخص أنا هذه، بس الحمد لله الأمور طيبة الآن. إن شاء الله أنكم تستمتعون بهذا الفلوق، ويعني عاد مشوا على المحتوى كذا، ماني مثلين خالد ولا مجرم جيمز وذي الحركات، بس يعني أحاول أسوي لكم أفضل شيء. أوكي خلاص، جهزت كل أغراضي، شنطتي، كل شيء جاهز، ومتأخر برضه على المطار، فيلا خلونا ننتهب للمطار. شباب أبشركم، وصلنا نيويورك، برد موت. طبعا أنا اول ما وصلت المطار في لازم يسالون، وذا خفت انهم يرجعوني، بس انه اول ما سالني قال لي ايش تشتغل وكذا، قلت له والله اشتغل سوشيال ميديا انفلونسر، قال لي بندرت على طول، خطب لي ومشيت. شوف كيف والله الاجواء، اجواء امريكيه، اجواء امريكيه صدق والحركات. شباب انا الان في التايم سكوير، اقطع ام المنظر الاسطوري، بس يا ولد زحمه فل، ليش ذا؟ هي شفت واحد لابس لبس غريب، خلونا ادور له، اذا لقيته راح اصور لكم. واحد كان لابس احمر كذا غريب، خلونا اوريكم اشكال غريبه. دراغون بول، شوف شوف دراغون بول. دراغون بول، طيب شيك لي هذا فروزن متكي، ما ادري ايش الفكره، بس يعني يلا نتمشى زياده نشوف الاماكن وكذا الحركات. شباب قررت اني اشتري لي قفازات لانه مره برد، اصابعي اتجمدت، وربي برد موت، برد موت، ايش بالبرد هذا، وانا مخطط اني اروح لمحل ثلج وكذا تزلج ثاني، اكنسل الجدول ذا. يا جماعه هذا مطاردنا من جيزان لهنا، حتى هنا في نيويورك موجود ام قرد، مو طبيعي مو طبيعي. Before we start this show, we must obtain crowd control. أحس هذا أكثر واحد راح يرقص، أحسه مبدع مرة من اللبس. يا جماعة سووا كليك بيت، ايش ذا؟ صاروا ثلاثة، كان اول سبعة مدري كم، هذا اقوى كليك بيت فيها، كان سبعة صاروا ثلاثة ونقز عليهم وخلص الشو، ايش ذا؟ جمع منهم زلط لين ما شبع. يا جماعة حصلت محل امينيم، شوفوا حق الحلويات، هذا هو المحل يا شباب، شوفوا اللوحة حلويات امينيم، وفل زحمة، زحمة موت، زحمة موت. يلا ندخل ونشوف ايش ذا محتوى، اقول لكم خرافي. الله المكان دافي، يا سلام حموت انا من البرد. هي يا جماعه هذه حلاوه ام ان ام، بس انها عليها علامه احب نيويورك، نايس. اوه تشوف الصنادل رهيبه، مخدد حلويات ام ان ام، شوفوا هذه يا جماعه على شكل تاج هنا، لا تستهبل يا بندر، فجاه صفقوا، يا ما تقدر تقول اي شيء، ما انت في جيزان. يا جماعه طلع اكثر من دور، انا حسوي دور واحد بس. ربي شيك على الطقم يا جماعة، شيك على الطقم، حريقة ها حريقة. شوفوا شوفوا هذه رهيبة شكلها، تختار الحلاوة اللي تبغاها، ما في كيس مشكل، تختار الحلاوة اللي تبغاها وتأخذها عادي، وأحس في ألوان مي موجودة يعني. أوه ماي جاد، وهنا أشكال كثير، شوفوا في حبة تيجي صغير مرة، هذه ها حلاوة سوداء، وهنا شوف وينتر ميكس، وهنا صغار مره صغيره، هذه الصغيره، احس والله يا شباب يبغى لها تجربه الصراحه، يبغى لي خملي كذا، بس خلونا نخلص المكان ونشوف ايش في زياده غير الحلاوه، يعني اكيد حلاوه بس.
شوف شوفوا ضحكني. وهذا خويه ها، شيك على الخوي. هذه ايش هذه؟ ما هذه ما اظن لها دخل بإمينيم ولا؟ يقول لك شوكولاته مع نكهه فانيليا مع برتقال وقرفه. هذا ايش هذا؟ يا جماعه باقي دور واحد فوق زياده، خلينا نشوفه. يا جماعه باقي فوق زياده من هذه الحلاوه. شوفوا شوفوا هنا، تقدر تختار من هنا برضه. والله يا اخي نفسي اجرب. ايش اجرب؟ ما ادري، محتار. يا جماعه تحمست اجرب الاسود، احس انه نفسي اجربه. طعمه جوز الهند. يا جماعه قررت راح احط لي ايه، ما اعرف كيف، اصبر شويه. وردي وابغى اللون الاسود. ايه في لون ذهبي يا جماعه، بس توقع نفس الطعم بس لون. اوه ابغى لي شويه شويه، هذا شويه بنفسجي لاني احب اللون ده. شوف شوف الشكل، شوف. الله الله الحركات. باقي اللمسه الاخيره، اللون الاسود. متحمس لها، بس خلنا نحاسب عشان هنا على طول. عندهم امريكا، ترى امريكا انا هذا اللي اعرفه. خلنا نحاسب ونجي بعدين. نص نص باوند صح؟ نص باوند هذا يطلع عليك 8 9 دولار، 9 دولار يعني انت تتكلم عن 30 ريال تقريبا. سرقوك بس مع عوافي، اهم شيء الالوان. الشكل الاخير عالمي. ممتاز ممتاز. يلا شباب رياكشن التجربة. أول شيء راح أجرب عشوائي. أوه هاي عشوائي. طعمها مرة نفسه. لا جوز هند، جوز هند الصراحة. إيه بس والله حلو حلو حلو، بس الألوة خدعة، ما في أي اختلاف. سرقوني وأنا عارف إنهم سارقيني ومكمل. عوافي يا رجال، مو موجود في السعودية جوز هند. حلوة جوز هند الصراحة. أنا أعطيه 8.5 من 10. اوكي شباب رجعنا لكم طبعا من بعد محل إمينيم. بعدها رجعت الفندق نمت على طول، الرحله كان طويله اصلا وتعب مره. فدحين احنا ظهر وقررت اليوم ايش راح اسوي. راح اروح لهوليكوبتر، راح اركب هوليكوبتر اقدر اشوف امريكا من فوق. فهو يخوف الموضوع شويه، بس ان شاء الله اني قدها باذن الله. الله يستر، بس ما في نص ذا نزلوني نزلوني. الله يستر. اوكي شباب وصلنا للمكان حق الهليكوبتر، خلنا اوريكم. شوفوا كيف هنا هذا المكان، دحين نروح بعدك شويه كذا يجهزون لنا الهليكوبتر هناك. دقيقه اوريكم هناك الهليكوبتر، ما ادري تشوفه ولا لا. يا اخي التجربه خايف خايف منها مره يا جماعه. هليكوبتر وفوق مره، الله يستر. هذه تجارب 2024 مع بندرت. يلا روح بندرت. يا جماعه دخلنا المكان، شوفوا ايش ركبوا لنا الاسعافات الاوليه. هذه ركبوها لنا حق الاسعافات الاوليه، تشوفوا يعني تطيح في البحر ما يدرون اني ما اعرف اسبح حتى. دعواتكم يا شباب. حسنا دمتنا دمتنا زمان. تم ركوب الطائره يا شباب، هذا الحماس حمس مره خايش. الله يستر. انا ابغى اصور لكم المسار وكذا واحنا نمشي، بس قال ممنوع. ها انا اوريكم بعدين. بدينا نطير يا جماعه. اوكي شباب خلصنا الحمد لله، كانت تجربة الصراحة حلوة مرة. كان متخوف بس طلعت الابواب كلها مقفلة وكذا، فعادي يعني فاهمي. فبالعكس انبسطت بالمناظر وذا. جالس افكر ايش ابغى جداول كذا نيويورك، خلنا نشوف مكان ونتوجه على طول. يا جماعة تخيلوا ان ذحين الساعة عندهم 5 وقد غربت الشمس، تغرب 4:30 مدري ايش. اول ما نزلت من الطيارة فجأة غربت وخلاص صرنا في الليل. فقررت الجدول كالاتي. شوفوني يا جماعة هذا البرج الكبير، راح اطلع لما فوق
حجزت تذكره هذا امباير ستيت. صح اني يعني طلعت الطياره وكذا، لكن نبغى نشوف المبنى هذا وكذا من فوق على شيء. فيلا على البرج وديني خلونا نشوف. هذه شباب دخلنا المبنى، شوفوا اللوحات، هذا هو المبنى. يرحبون فينا طبعا، يرحبون بالكل، اهم شيء فيه العربي. اهلا وسهلا، عز 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 يا سعودي عز. يلا على فوق. طبعا في دورين، في الدور 86 نطلعه، بعدين في الدور 102 اتوقع، حجزتها كلها عشان اشوف الدورين، اشوف اعلى شيء، اعلى شيء موجود. تشوفون المبنى؟ يبغى لها صوره هنا، اعطيها يا ولد للذكرى هذه مع المبنى. شباب جنون شباب، كيف بس. طبعا هذا ترى المبنى اللي يتسلق سبايدر مان، اعرفه. ما شاء الله المناظر جميل، اللوحات حلوه حلوه. يقطعون الزحمه يا جماعه، ده كله عشان البرج، يا رب يطلع يستاهل. بس والله زحمه موت يا جماعه، زحمه مره. حرجع التذكره خليها ابجريد ونروح على الطريق السريع افضل. سوي ابجريد للتذكره سريع سريع. يا سلام، حلو، تم اضافه التذكره. عسى كيف، يلا يلا تكينا مع الشباب. حتى الابجريد ما يمديك، لازم وقت ثاني. والله راح تكينا تكي اليوم حتى نوصل لفوق، بس عشان تشوفون الفرق خلنا اوريكم هنا في صوره. شوفوا هذا الدور 86 هنا، وهذا 102 يا ولد، تسلق على طول العمود ولا ايش؟ يلا نتكي مع الزحمه لين ما اربك في رجها. عدنا البرج مره ثانيه يا شباب. يلا 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 قربنا يا شباب. حركات هنا، في تصوير عالمي. يلا 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 قربنا شباب. اوه حركات في هنا، زوم ناخذ يا ولد. فيلم شغال، فيلم داخل باين لكم، تشوفون فيلم داخل شباب. طبعا هذا حجر اسطوري، هذا الحجر نادر جدا، وهو سوابه الاساس في البرج يعني، فاهمي؟ هو هذا حجر الاساس، صار يعني معلومة كيسية بس. والحب شوف شوفوا شوفوا ديم، هذا فيديو مسرع للبناء كامل. يقول لك هنا متى بنوه، بدأ 1930. كان كذا وعلى طول صار كذا، مستحيل. يقول لك تكمبليت في 13 شهر بس بنوه، ديم. هذا اللي صدق يقول لك الكاش يغير النقاش، 13 شهر في ذا الطربقة، مستحيل. أيوة هذا اللي هم يبنون، هم يبنون، صوروا فيديو. ما شاء الله ما شاء الله، جهوداتهم مسجلة. وهذا أتوقع عشان يسوون بخوره، كان يوم الجمعة يقولون كذا يسوون بخوره ده، فاهمني؟ ايه شوف جو البلاك بيري، الله يا قدمي، الله الله. دحين يا جماعة هنا المصاعد، نطلع نطلع، والله يستر بس، الله يستر. هذا خدعة، هذا ما طلعنا بس كذا. بسم الله، ايش ذا الصوت؟ اوه ماي جاد يا الرعب، يما وربي رعب مرة. كلب والله تخوف مرة. اوه شوف شوفوا شوفوا هذه مثلا، تشوفون داخلها ناس يشتغلون، ما شاء الله عليهم، والله كفو عليكم شباب. هنا واحد يطلع الدرج، تشوفون حلوه حلوه الحركات. هذول اللي عندهم اجتماع اتوقع، ما نبغى نشغلهم. اخ يا اخي، دائما ذا البرج يطلعوا، هذا كونغ يطلعوا دائما يصفقوا، فينوم يطلعوا يخربوا، كله يخرب في كل الافلام ذا البرج. قلت لكم سبايدر مان، سبايدر مان موجود هنا. هذا هذا ايش اوه هذا حركات يا الشاشات، حلوه الحركه، افلام قديمه شغاله يعني، لو تبغى تتفرج كذا وما عندك تذكره حق السينما مره واحده، فاهم؟ تشوف الفيلم هنا. ايش الجنون هذا؟ كونغ كونغ موجود، تشوفونه؟ الناس تطلع على يده، تعم الحركه حلوه. رهيبه الحركه، شوفوا شوفوا كونغ تسلق، ومو بس كذا، لا شوفوا سبايدر مان. ليتس جو ليتس جو، اسطورتي للابد سبايدر مان، موجوده في البرج برضه يسوق له كذا. حتى ميكي موسى قد جاء البرج واحنا لا. ميكي موسى ميكي موسى. هذه شباب قاعة المشاهير، المشاهير اللي قد جو عندك هنا، هذه زندايا
عندك هنا هذا ما نعرفه، هذا أريانا، ها شوف يا نواف تو، عندك جوني إنجليش، مستر بن، حزام المصارعة هذا الصراحة ما أدري إيش دخله بس يعني موجود، هذا سون كان جون ظروف برضو، حتى ذول موجودين كيف يا أخي حق سترينجر ثينجز موجود برضو، هذه سون هانشون الحين خلاص خلصنا فعالية كذا نخش في البرج، يلا أنا بطلع خلاص طفشت شوية. Welcome to the world's most famous building. Keep your eyes open. You see those hot rivets flying through the air? Hey, what are you talking about? Hey, Bucky, you gonna ride that thing all day? Do something useful, will you? يا جماعة قربنا وصلنا الدور 80 هو 86 وصلنا 88 يلا شباب قربنا يقولوا مصممة مصممة ما شاء الله مصممة والله واو مرة حلوة مرة شيء عالمي هذا الدور هذا الدور 80 يا شباب باقي نطلع فوق زيادة 86 وفي 100 وحاجة خذ لك على سيرة لما آخر شيء عشان نطلع 86 يلا شباب نوقف ونرجع لكم Bitte nach links aussteigen. Procedia sinistra. Salga la izquierda. Saida izquierda. 왼쪽 나가주세요. 左手にお進み ください. Please exit left. وصلنا 86. الله الله يا 86. طيب فين المنظر؟ نبغى المنظر. هو نقدر نطلع هنا برا. اقطع أم الهواء. هواء يا جماعة موت. بس والله المنظر خيال. أبوك يا البرد أبوك يا البرد برد موت أوف تدرون درجة الحرارة الحين عندنا قربت تصير صفر واو فوق الدور 100 بس كيف فين راح نطلع بالضبط في هنا جهاز شوفوا تزوم وكذا أقسم بيت الله أسطوري يا جماعة شوف مستحيل ما يبان مستحيل بس حرفيا تشوف الشوارع يا جماعة الشوارع كاملة تشوفها بس 4K حرفيا كذا قريبة ومو بس الشوارع تخيلوا حتى في البرج في غرف كذا في ناس كذا عايشين جالس تشوفوهم خصوصية صفر وشوفوا يا جماعة ذاك البرج خلنا نزوم لكم زوم ميت بس تشوفون ديم والله ديم يا المناظر الله يا نيويورك يقول لك المدينة التي لا تنام بالله انهم صادقين ما ينام منظر خيالي يعني مهما شفتوه في المقطع صدقوني في الحقيقه غير مره شيء كذا جوده خارقه مره منظر اسطوري بس يبغى لها الدور اللي فوق صح جايق عليه نعطيها يلا خلينا نروح الدور اللي فوق اوه ماي جاد يا جماعه وربي راح اموت يدي احتمال تتكسر اخ اوه ماي جاد قاتل مستحيل والله يدي احسها خلاص بقشه تتكسر يلا شباب الدور اللي فوق ابرد شباب إلى الدور 102 يا شباب هذا كأنه البي سي يا شباب مو ايش ذا كل شوي نشوف حاجة واو مرة يجنن واو بعد يا خلنا المنظر صوره ديم والله يا جماعة شيء خيالي واو شوف كلها كذا مباني فل مباني شوفوا ها كيف تدور تلف لفة كاملة يا ولد المباني ما تخلص هناك برج كبير مرة بس يا أخي والله المنظر خرافي مرة ما توقعت يكون كذا الصراحة أنا ذحين في الدور 102 انتم متخيلين 100 102 طبعا التذاكر فيه العادية تطلع بالدرج وتدفع فلوس زيادة بدل صعب سوف يفتح موضوع هذاك يا شباب التايم سكوير ذا اوكي شباب خلصنا من المناظر وذا صراحة شيء حلو وقبل ما نختم الفلوق يقول لك نيويورك ليست نيويورك without بيتزا فنبغى نروح نجرب أرخص بيتزا موجودة في نيويورك اللي هي بيتزا الدولار بدولار واحد بيتزا معروفة سلايس فيبغى لها نجرب تجربة وبعدها نقدر أننا نقفل الفلوق طبعا يا شباب نيويورك زي ما قلت لكم يعني هذه خفايف ترى يعني جالس أبو يومين صورت الفلوق على طول بعدها فين أوه يا لوس أنجلوس هناك راح يصير جدول عالمي إن شاء الله فيلا خلونا نروح للبيتزا نجربها وبعدها نقفل الليلة وشوف شو الحركة
اوكي شباب، وصلنا لمحل البيتزا. هذا اسمه تو بروز بيتزا. البيتزا دولار ونص. راح نجربها الان، نطلب ونجربها ونعطيكم التقييم. يلا. هذه المارغريتا. يس. اوه نزلنا من الحار هذا. وصابي. يس كان وي هاف تو سلايس. يس. وهذه التسخينه. ثانك يو. وهذه البيتزا وصلت يا شباب. الان وقت التجربه. يلا ها نجرب. بسم الله، والله القطعة كبيرة. والله يا جماعة عالمية. اقسم بالله خرافية. مثلها. احس اني راح ادمنها في امريكا طول الوقت. ناقصها كاتشب. حطيتها في كاتشب. الصراحة مرة حلوة يا شباب. اتمنى انكم استمتعتم بالفلوج. فلوج خفيف لطيف. اعذرونا على التصوير السيء ولا ذا، بس يعني حاولت اني اعيشكم التجربة معايا. طبعا بكره اصلا اتوجه لوس انجلوس، فهذا هذا خفف في نيويورك. ان شاء الله لوس انجلوس يطلع فيها فعاليه ويطلع الفلوق احلى. وفي فلوق ثالث ان شاء الله راح يكون مفاجاه، حاجه راح تنصدمون منها. اصلا انا تحمست اجي امريكا بس عشان هذا الشيء، فهذا راح اخليه ان شاء الله في فلوق ثاني. ان شاء الله انكم استمتعتم. لا تنسون اللايك، واللي مشترك اشترك، و جود باي. يعني امريكي كذا يا